سئل أحد الصالحين قالوا صف لنا الجنة، وش قول لنا على الجنة؟ ما قال لهم لا أشجار جارية ولا أنهار ولا عسل ولا لبن، قال لهم يكفي أنها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون هذا المكان؟ إنها الجنة يا أحبة رسول الله، رسول الله، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا. خاسر وخايب وبعيد من سمع محمد وما قال صلى الله على نبينا محمد، خاب وخسر من سمع محمد وما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله، أذكركم يا أحباب رسول الله، أتنسون شفيعكم؟ أتنسون حبيبكم؟ أتنسون سيدكم الذي سيقف جنبتي الصراط يوم القيامة ويقول يا رب سلم سلم؟ يا ناس، إن يوم القيامة الناس كلها رايحة، اللي رايح الجنة رايح، واللي رايح الجهنم رايح، نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله، إلا حبيبك وسيدك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم. صراط، وما أدراك ما الصراط؟ أحد من الشعرة، وأدق من الشعرة، وأحد من السيف. صراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وإن منكم، اسمعوا كلام الله يا أحباب رسول الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر الناس بالقرآن، وذكر بالقرآن، ما تقول القانون الفلاني لا التشريع الفلاني، تشريع واحد، تشريع الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر، لأن الذكر فيه نشاط، الذي يذكر الله يولي ناشط، الذي لا يذكر الله خامل، الذي لا يذكر الله نائم، الذي لا يذكر الله في غيبات الجب. ولذلك يقول الله عز وجل، شكرا بني طيبة، الله ريحك، اجمع اللي ما يذكرش ربي ميت، ولا راه يمشي معنا ميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هاكو تشوف في الناس تقول هذا حيين وماشيين، وعندنا 45 مليون انسان يمشي على وجه الارض في بلادنا، ممكن اكثرها موتى، مش الميت فقط اللي يغسل ويكفن، حي لا يذكر الله ميت. القلب الذي يذكر فيه الله والقلب الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور يمشي به في الناس. كيف أنا قاعد نقول كيفاش إنسان حي وما يذكرش الله عز وجل، ورب يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. لا يذكر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حجر يذكر الله، الطير يذكر الله عز وجل، الشجر يسبح لله، الحشرات تسبح لله، الحيتان في البحر تسبح لله، الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والطير صافات تصطف وتسبح لله عز وجل، كل الكائنات علمت أن لهذا الكون ربا، إلا الإنسان قام تجبر ومتكبر. وش يعرف الإنسان؟ خلينا منه، من شكون مني أنا؟ أنا عبد ضعيف كما أنت كما أنا، نحن ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. خليك إلى قلت خلينا من الله عز وجل. أين ذكر الله؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أين هؤلاء أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نذكر البيع ونذكر الشراء، وهذيك غالية وهذيك رخيصة، والسيارة غالية ورخيصة، وهذيك والطريق والدار واللباس والليكور، ذكرنا كلش إلا ذكر الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا لله، من لا يذكر الله فاسق، هكذا قال الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أتنسى الذي خلقك فسواك وفي ظلمات الرحم رباك وأمدك بالرزق يوما بعد يوم ولا ينساك. ابن آدم وش بيك يا ابن آدم؟ أتنسى الذي رباك الذي خلقك فسواك
وفي ظلمات الرحم رباك وأمدك بالرزق يوما بعد يوم ولا ينساك. أتنسى الله يا ابن آدم؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أيها الغافلون أيتها الغافلات، جبل حجر يتكلم الله عنه الآن، فاسمعوا لرب الأرباب ماذا يقول. لو أنزلنا هذا القرآن، هذه إلى القلوب القاسية، إلى القلوب المتحجرة، إلى القلوب التي طمعت في الدنيا، لو أنزلنا هذا القرآن، يقول لك كيف نذكر ربي؟ خلينا من بعد. حجر نزل عليه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، القرآن كلام الله، لو نزلوه على جبل وش يدير الجبل؟ هل يقول كما قلنا احنا خلينا منه او من بعد نذكر الله والله مانيش قاعد؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال لكم ربي جبل، جبل حجرة، جبل ممكن انتم تروحوا تحوشوا فيه وتدير الساكود نتاعك ورحلة وتصور في هذا الجبل الأصم، لو نزل عليه كلام الله لذاب الجبل. وبنادم اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يذكر الله إلا قليلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. عبد الله، أمة ربها نور ونبيها نور وكتابها نور، ولكنها تعيش في الظلمات. هذا ما نراه إحبة رسول الله. سبحان الله، سبحان الله. شوفوا العدو وش راه يدير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل هذا وذاك أهديكم سلاما، ما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، يقف جنبتي الصراط يوم القيامة واحنا مارين عليه بذنوبنا وهمومنا وغمومنا. قادر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يطلب من ربي، يا ربي هذا قلت لهم في الدنيا وخليت لهم القرآن واللي عشت معاهم راني بلغتهم، ولكنهم ما تبعوش، كفروا وكذبوا وتكبروا واستكبروا وتجبروا وعاتوا في الأرض فسادا، فأنى لي بشفاعتهم، يا ربي خذني إلى الجنة وخلينا منهم. النبي مش بخيل كما احنا البخلاء، بخيل. قل له يشري مصحف في الطالب ما عندوش تاع قرآن برك، يقول لك ما عنديش، يقول لك ما عنديش، يقول له عندك الأموال مجمعة ما عندهمش بير مساكن، والدولة والراية